كنا بنتكلم قبل الهوا يا كابتن ان انت بتقول لي انا مش عايز يبقى في صوره انه ضغط مباريات وفي اجهاد وفي 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 وجمهور الاهلي ده من غيره يعني ما فيش ولا بطوله مثلا ممكن ناخدها ودايما بدعمه وبيبقى واقف في ظهرنا. قول لي بقى وجهه نظرك. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهه نظري انه لولا بعد فضل ربنا جمهور النادي الاهلي وعمليه التشجيع وعمليه الضغط على اللعيبه بحيث ان النادي الاهلي يبقى دايما في المقدمه ونمره واحد ما كانش بقى النادي الاهلي نمره واحد. الجمهور العظيم ده اللي بيشجع الفريق ودايما في ظهر الفرقه على طول بيساند الفريق في كل الاوقات ودايما مجالس الاداره واللعيبه والاجهزه دايما بتبقى مشرفه جدا للجمهور. ما بتخزلوش على طول بتديله البطولات اللي هو محتاجها. حتى في يعني في اصعب الاوقات وفي اصعب الظروف اللي احنا ما فيش بشر يتحملها ومع ذلك بفضل الله احنا شفنا في الست شهور اللي فاتوا كام بطوله اللعيبه اخذتها. في ظل استوديوهات تحليل بتصدر للناس ان احنا مجهدين وان احنا الماتشات كلها صعبه وان احنا ازاي الكلام ده؟ لا انت وراك جمهور كبير جدا، عندك لعيبه وجهاز فني على اعلى مستوى، عندك فريق وفريق اخر، في تثبيت تشكيل، في عمليه تدوير، في عمليه استشفاء، في جهاز طبي شغال، المنظومه كلها شغاله. التصدير ده انا كواحد ببقى قاعد اتفرج على التلفزيون بحس انه بيصدر لي ان اللعيبه مش قادره تمشي وان اللعيبه لا مش كده. انا دايما ادي الحافز للعيبه ان انتوا الكوماندز بتوع النادي الاهلي، انتوا الابطال اللي بيجيبوا البطولات بعد فضل ربنا ثم الجهاز ثم الاداره. فعمليه التصدير ان انا ابقى مجهد طبعا اللعيبه ما فيش شك تحملت ما لا يتحمله بشر. احنا انت عارفه يا ساره الفريق الوحيد في بطوله افريقيا اللي لعب في ثلاث ملاعب في اجواء غير صحيه بالمره. يعني تسيمبا تلعبي الساعه 2، المريخ شرحه في عز الحر والرطوبه وفيتا الملعب وفيتا الثلاث ملاعب بيلعبونا في عز الشمس وفي عز الرطوبه وفي عز الحراره الشديده ثم الملاعب غير ادميه مش ملاعب كوره طبعا. ف وملاعب النجيل الصناعي دي بتبقى قد ايه صعبه يا كابتن بالنسبه للعيبه النجيل الصناعي برضو طبعا. مفيش النجيل الصناعي ده اتلغى من العالم كله. بالظبط. انت عارف حضرتك الحكم لما بيلاقي في ايدي دبله او خاتم يقلق، فما بالك ان انا ارضيه الملعب اسمنت. ما هو ده اسمنت عليها طبقه من الـ يعني حاجه كده خفيفه جدا، حاجه اللعيب لو وقع يعني بينتهي. فالتصدير ده انا طبعا لا احبذه. وفي نقطه برضو مهمه جدا، مستر موسيماني نجح، ده من وجهه نظري نجح بنسبه 100% لحد دلوقتي.